فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم شرب ماء زمزم توبة عن المعاصي لقوله عليه السلام: ماء زمزم لما شرب له؟ التوبة من المعاصي بدون شرب ماء زمزم بالتوبة مفتوعة، ما ورد أنه يشرب للتوبة، يشرب للعلاج وللشفاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، للتبرك به، طلب البركة به، لأنه ماء مبارك. نعم.